اهلا وسهلا و300 مرحبا. انستونا وشرفتونا. الله يرحمه سمير غانم، انستونا ام ليه. يعني بلعب كده في التليفون لقيت ذكرى رحيل الفنان الكبير الشعبي الكبير محمد عبد المطلب. وبعدين بصيت كده في التاريخ قوي لقيته سنه 80 وكاتبين الذكرى ال 42. يا خبر ابيض، 42 سنه وقبليهم في سنتين، لان انا بدات اشتغل من سنه 78 صيف 78. يعني عدى على شغلي 44 سنه، يعني فاضل لي زقه كده وبقى قفلت قفله جامده. من زمان الواحد لما يلاقي واحد يقول لك انا بشتغل بقى لي 20 سنه 30 سنه، يا خبر ابيض كتير قوي. فشريط الذكريات عاد. الله يمسيه بالخير صلاح السعداني كان يقعد يقول لي تعالى بقى شويه يا محمود نقعد نقول حديث الذكريات، ويقعد يحكي لي بقى حكايات وحاجات زي كده. ايه اللي حصل في ال 42 او ال 44 سنه دول؟ انا مع الحقيقه ما اعرفش. طيب هل يا ترى اللي انا يعني حققته في حياتي هو كان مخطط له؟ لا. هقول لكم حاجه غريبه جدا. انا لما اشتغلت في صباح الخير في صيف 58 48 لا ولا 58 ولا 48 في صيف 78 لما اشتغلت قعدت ادوحر كده من صيف 80 لغايه سنه 80 بعمل موضوعات واعمل حاجات وما فيش حاجه بتتنشر خالص ولا كاني موجود وما فيش اثر خالص. بحكي لكم حكايه دمها خفيف. مره كانوا بيتمرنوا في صباح الخير كتير قوي وكان عندنا اوضه كبيره كده نقعد فيها بيتمرنوا دول يعملوا اجتماع عايزين يوم الاثنين والمجله فاضيه يوم اجازه تقريبا. فجيت اخش ما لقيتش كرسي اقعد عليه فخرجت اجيب كرسي مش عارف دخلت في اوضه كده رجعت ما لقيتش حد. يا جدعان فين الناس؟ قال لي مشوه. قال لهم يا جماعه احنا ما عندناش تعيين وبتاع مع السلامه. فانا ما كنتش موجود ما حدش قال لي امشي. فقلت طب انا اعمل ايه؟ ما حدش رد عليا ففضلت قاعد ما حدش مشاني. وشوف انه يعني بدات انا افكر انه مش نافع الحكايه دي، يعني جربت فيها سنتين تقريبا او سنه ونص او اكتر سنتين يعني. يعني حسيت انه ممكن يبقى ماليش نصيب في الشغلانه ديت اشوف شغلانه ثانيه يعني. قوم جينا يوم الجمعه امي تحب تروح سوق الخضار اللي هو باب اللوق. اوديها قبل الصلاه تقعد هي في السوق مع الناس هناك الراجل بتاع الحمام وبتاع الخضار وبتاع حاجات تشتري حاجات وتعمل. وانا اصلي الجمعه وارجع اخدها. فاحنا رايحين عرفت ان محمد عبد المطلب مات، ما اعرفش منين يعني مثلا من الاذاعه مثلا قالت خبر بتاع ما عارف. فقلت لها ماما استاذ لويس بيجي يوم الجمعه. اطلع اقول له؟ قالت لي اطلع اخويا اقول له. هي كانت برضه هي كمان حست انه خلاص يعني مفيش امل في الشغلانه دي. فطلعت قلت له استاذ لويس كذا كذا محمد عبد المطلب عامل موضوع كده. قال لي تعرف؟ فكلمه تعرف دي حسيت ان هو ما يعرفنيش خالص. يعني ما شافليش اي حاجه خالص انما قلت اعرف. نزلت عملت الموضوع وطلب مني الموضوع ورحت جبت الموضوع. المهم سلم يوم السبت بالليل سلمت يوم السبت بالليل رحت يوم الاحد بقى متصور ان الاستاذ لويس قرا الموضوع وهيقول لي فيه راي يعني. فدخلت عليه الساعه كانت 12 ونص مثلا. صباح الخير يا استاذ صباح النور. قلت له الموضوع عجب حضرتك؟ قال لي موضوع ايه؟ قلت محمد عبد المطلب مات بتاع. قال لي انت عملته؟ قلت له قال لي طب هو فين؟ قلت له عند الاستاذ رشاد. الاستاذ رشاد كامل ربنا يديله الصحه كان سكرتير التحرير. فجبنا الموضوع وكانت البدايه استاذ لويس اول مره يقرا لي اول كلمه. انا كنت عامل موضوع قد كده. احنا كنا نسمي التحقيق موضوع. فبدا الاستاذ لويس يقرا انا اضطربت رحت خارج من الاوضه بقى خلاص. وفوجئت بان الاستاذ لويس نداه لي قال الموضوع حلو يا محمود تعرف تكتب وانا هعمله حلقتين يعني حلقه تنزل الاسبوع ده حلقه الاسبوع اللي بعده. وبدات قصه حياتي مع الصحافه بشكل غريب جدا. اللي انا كنت قربت يعني لو ما كانتش حصلت حاسه عبد المطلب دي كان ممكن يعني عندها 3 4 اشهر وامشي. فتبص تلاقي الحياه اتقلبت
قال لي بقى تيجي تقعد معانا الاجتماعات. وبدات احضر وبدات مش عارف اعمل ايه وبدات ايه. وراح هو زقني على قسم الفني مع الاستاذ رؤوف توفيق مش عارف. رحت في سكك انا مش بتاعتي يعني مش ما كانش في دماغي خالص. انا ما رحت صباح الخير في الاول، كنت عايز اشتغل في مجلس الشعب، مندوب المجله في مجلس الشعب. كانت موجوده الاستاذه نجا عمر صاحبه امي جدا، لكن يبدو ان المكان ما كانش يحتمل الا كاتبه كبيره وخلاص، مش عايزين صحفي صغير. ما عرفتش اروح، رغم ان المسؤوله هي طنط نجاح عمر الله يرحمها. وشايت الاقدار انها تمشي كده، تخش قسم الفن، تبص الاقي نفسي الاستاذ روب بيقول لي اعمل لنا حوار مع احمد زكي. طب احمد زكي ده اجيبه منين؟ طب اعمل لنا حوار مع عاطف الطيب ده اجيبه منين؟ دول اجيبهم منين؟ هو قاعد كده وجيبه، هو عنده اجنده كده يعني الجلده بتاعتها مقطوعه. كنا نسميها اندكس زمان، يعني بتاع دليل تليفونات صغير كده في جيبه، في كل النمر. انما عمره ما طلع قال لي خد نمره روح اعمل الحكايه. طب اروح فين؟ اجيب منين؟ ما اعرفش ازاي انا بدات اروح، معيش حتى زمايلي يساعدوني يعني يقولي مثلا ممكن تتصل بفلان كذا، ممكن ما فيش. فكان الحل ايه؟ اللي هداني ليه تفكيري المخرجين، هم اللي ماسكين الفنانين، فانا اقدر اوصل للفنان عن طريق المخرج اللي هو بيخرج الفيلم. فبدات اتعرف بقى، اعمل حوارات مع خيري بشاره ومع محمد خان ومع صلاح ابو سيف، وصارت بيني صداقتهم كبيره جدا، خاصه صلاح ومحمد خان وخيري طبعا. بس الاستاذ صلاح كان في صداقه بينا عميقه كده، ان نتقابل كل يوم الصبح، مش كل يوم، فترات يعني. وبدات اتعرف واروح اقف كده مثلا بالاربع ساعات في الاستوديو، لغايه ما الاستاذ الفنان اللي انا بجاي له يفضى، فاروح اقول له انا فلان من، كانوا بقى هم يستصغروني كده. وشوف بقى، يقول لي تعالى لي بكره، واجي بكره ما يجيش بكره، واجي حاجات يعني كانت في منتهى الصعوبه. لذلك انا لما بقيت صحفي شويه بعد اربع خمس سنين بقى عرفتهم كلهم. يعني عرفتهم كلهم، كل النجوم، محمود ياسين، نور الشريف، حسين فهمي، احمد، محمود عبد العزيز، عادل امام. عادل امام بس عرفته متاخر سنه 87، ليه قصه التعارف عليه. ويسرى وليلى والهام، كل النجمات اللي هم في الفتره دي كانوا بنات صغيرين يعني. عرفت كل الناس. ازاي تقول لي عرفتهم؟ ما اعرفش، بس كنت بقعد يعني ممكن انزل الصبح طول النهار عشان بس اخد ميعاد من حد من الفنانين. ومشيت الحكايه، وعملنا حوارات وعملنا تحقيقات، ومدير مكتب مجله الوطن، مدير مكتب مجله سيدتي. ازاي مشيت 42 سنه كده ولا 44 سنه او اي حاجه؟ طيب هتسالني سؤال، هتسالني سؤال، انا كنت بحلم بايه في الفتره دي؟ انا ما كنتش بحلم غير ان انا بس انجح في شغلانتي. يعني لما دخلت على الاستاذ دويس وقال لي روح لرؤوف توفيق، احنا عملنا قسم فن وهو عايزك معاه، ما كنتش اعرف ولا فنان. فقلت له يعني ايه؟ مش فاهم. قال لي احنا عملنا 15 صفحه في اخر المجله، دول بتوع الفن، ماسكهم رؤوف توفيق، هو رئيس التحرير، انت مالكش دعوه بيا بقى دلوقتي. بيتكلم بلطف يعني، روح بقى عند الاستاذ رؤوف. الاستاذ رؤوف ده كان حاجه مرعبه في المجله، كل اللي اشتغلوا تحت ايده كايام ما كان مدير تحرير بيقولوا صعب جدا، مش صعب في اخلاقه، شغله دقيق جدا يعني، يرجع لك الموضوع خمس مرات. لكن انا من اول موضوع اديته له صلح فيه ثلاث اربع ورقات ومشي الحال. وحكيت الحكايات دي قبل كده. وعلى فكره فكره ان انا افكر ان انا احكي من الاول كل الحاجات بشيء من التفصيل، دي فكره بتراودني وفي بعض الناس بيطلبوها مني، فهنشوف. انما الواحد لما يقعد يفكر كده انا ما كنتش بحلم بحاجه. يعني دايما لما كنت اركب عربيه احس ان دي اعظم عربيه في التاريخ، خلاص مفيش حاجه، مفيش حاجه اجمل منها. لما كنت اترقى في شغلي بشكل او باخر، ما عندناش ترقيات احنا يعني، ما عندناش درجه خمسه ودرجه رابعه، ما عندناش الكلام ده. انما عندنا مثلا، افتكر رؤوف عياد ربنا يمسيه الله يرحمه جالي مره وقال لي يا عم انت بقيت معروف، قلت له في، قال لي عمرو عبد السميع، كان عمرو عبد السميع الله يرحمه كان ماسك مجله المجله اللي السعوديه، فقال لي عمرو عايزك تشتغل معاه. فروحت قابلت عمرو عبد السميع واشتغلت معاه، ومن ساعتها بقى دخلت مكتب مجله الشرق الاوسط الجورنال، وبدانا مشوار طويل فيها. وبعدين اتنقلت منها للصحفي الكبير السعودي العزيز الصديق الغالي مطر الاحمدي،
كان ماسك سيرتي وبعدين ماسك لها وفضلت معاه لغايه سنه 13 يعني من 7 8 سنين بس. ايه بقى؟ ما كنتش بحلم باي حاجه من دي. يعني لا حلمت ان انا يبقى عندي بيت، ولا حلمت يبقى عندي عربيه فخمه، ولا حلمت ان انا يبقى عندي مش عارف ساعه فخمه، ولا اي حاجه خالص. فده لما قريت العنوان بتاع عبد المطلب كده قلت الله، يعني فاكر انا وحيد الله يرحمه وحيد حامد، انا كنت بقرا اللعب مع كبار بالورقه ووحيد بيكتبه. ففي اخر مشهد اللي هو علي الزهار بيموت فيه، فقال له علي، قال له بقى اللي هو احمد حسن بقى ناسي بهلول بطل الفيلم لعلي الزهار اللي هو جندي الله يرحمه، قال له ده الحلم اللي ما حلمتوش. ده بيقول لي حسين فهمي اللي هو الظابط، لانه كل قريح وكل حكايه يقول له ده حلم ده حلم، فده قال له ده الحلم اللي ما حلمتوش. اهو اللي انا فيه ده الحلم اللي انا ما حلمتوش. تصدق او صدقي او لا تصدقي ان هو ده اللي حصل في ال 42 سنه دول. انا ما حلمتش باي حاجه من اللي انا فيها. وكان يعني اصعب حاجه اقدر اقول لك بمنتهى الثقه ان انا ما حلمتش ابدا ان انا اكون في الموقف اللي انا فيه دلوقتي ده. ان انا قاعد كده وقدامي كاميرا وبتكلم. انا فاكر لما رحنا مره صلاح ابو سيف عزموه في اليمن اسبوع افلام للاستاذ صلاح ابو سيف، فكلمني قال لي يا محمود، هو كان قال ده كده، انا رايح اليمن عندي اسبوع افلام. قلت له طب جميل يا استاذ صلاح. انا قلت له عايز خبر اكتب خبر، ما كناش بنكتب اخبار في المجال. قال لي سالوا لي هات معاك صحفي. قلت له كويس، انا قلت بقى هاخد صحفي كبير زيه يعني بقيمته يعني. قال لي فانا عايزك تيجي معايا. قلت له اجي معاك فين؟ قال لي في اليمن، اليمن الجنوبيه، كانت لسه جنوب وشمال. قلت له طبعا اجي طبعا. ورحت الاسبوع الافلام ده، فمن ضمن الاسبوع ده اول يوم رحنا، طبعا كانت فسحه رائعه مع الاستاذ صلاح. رحنا عملوا لنا ندوه كده في مكان صغير فيه حوالي 50 واحد يعني، ومفتوح وترابيزه كده، قعد المضيف يعني اللي هو رئيس المكان اللي دعينا يعني بيفتتح اسبوع الافلام، فعدد قليل جدا. ولسه الصلاح بسيف جنبي وانا جنبه كده. فالراجل مشكورا اداني الكلمه اتكلم عن صلاح ابو سيف. انا مسكت المايك اللي كان قدامي كده وما بقولكوش اللي حصل. ولا بقيت شايف الناس ولا بقيت شايف الدنيا، مش عارف اعمل ايه اقول ايه. ما اقدرش اواجه الناس كده مع انهم قليلين. فقلت لهم يعني انا ما اقدرش اتكلم على الاستاذ صلاح ابو سيف، والاستاذ صلاح ابو سيف موجود جنبينا، اتفضل يا استاذ صلاح بس. بس كده. على فكره لغايه دلوقتي انا لما اكون موجود في جامعه صعب جدا ان ابدا الكلام، ولو اضطريت ان اتكلم هتلاقيني مضطرب في معظم الكلام اللي بقوله، الكلام اللي بقوله، لانه انا بخاف الكاميرا جدا. بيني وبينها علاقه صعبه، لكن في بيني وبينها محبه، ما اعرفش جت منين. فأنا عايز أقول لك وعايز أقول لك إنه السنين اللي فاتت دي يمكن الحاجة الوحيدة المستفادة من القصة إن يمكن الواحد لما بيحلمش كتير لكن بيشتغل جامد بتحصل له حاجات كتير حلوة. أنا ده اللي استخلصته يعني من الحكاية، إن أنا ما بقتش أقول إيه إن أنا السنة الجاية هبقى كذا واللي بعدها هبقى كذا واللي بعدها هبقى كذا، ده عمري ما عملته لغاية اللحظة دي، ما حصلش أبداً. بالعكس يعني يمكن هبه عارفه قدامي اهي ان انا كنت لما اشتغل وننجح في حاجه فاقول لها بص دي اخر سنه خلاص، السنه الجايه هنبطل. يعني انا اجيب احبط نفسي لكن ما اوقفش نفسي عن الشغل ابدا. يعني ممكن احبط نفسي في حته ان انا مثلا نجحت في حاجه، لا 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 سيبك من القصه دي. بس تشتغل تجتهد هتلاحظ انه يمكن الواحد لما ما يقعدش يستنى الحاجه بتيجي. والله ده اللي حصل لي بالظبط، ده اللي انا عايز اقوله في القعده ديت معاكم في ونس ده. ان الواحد لما يكون شاغل نفسه بحاجه اساسيه حقيقيه ومصدقها وبيخلص لها، ده اللي حصل بالظبط. ان انا يعني كانوا كل زمايلي حتى يقولوا لي انت يا ابني هتموت، خش شايل شنطه قد كده مليانه اوراق وبتاع. وانا قاعد اكتب طول الوقت. كنت بكتب ايه؟ بكتب موضوعات وبشتغل رايتنج لمجلات. يدوني الموضوعات عايز قال انا بقى وانا لسه بقى لي 5 سنين صحفي بشتغل رايتنج عيد كتابه الموضوعات. انا فاكر مره كانت سيام زوني ماسكه مجله سيرتي وانا اللي كنت بعمل لها الكتابه الصياغه. فقريت 4 ورقات كده وحشين قوي.
فكنت انا في حاجه بعملها عملتها معاها فهي يعني استحسنتها وافقت ان انا ممكن اكتب لها اقول لها ايه غير صالح، الموضوع ده ما يصلحش خلاص ما ينفعش، مادته قليله وما ينفعش رجعي لاصحابه. وكان غالبا ممكن ما اشوفش اسم اللي كاتب يعني مش ضروري يكون مكتوب. فقريت 5 ورقات كده فكتبت عليهم غير صالح. وبعدين قريت بقيه الحاجات وقلت له شغل اللي اشتغلتها ورجعت الحاج كان عبد العزيز بياخدهم مني عبد العزيز خطاب الساعي بتاعنا في صباح الخير يوديهم لسهام زهر. فلقيت تليفون زهام بتكلمني، ما كانش فيه موبايل بقى. يا محمود انت كتبت غير صالح على الموضوع الفلاني. قلت لها وحش قوي، ما فيهوش معلومات ما فيهوش حاجه. قالت لي دي مقاله للاستاذه فلانه الفلانيه. قلت بتقولي ايه؟ قالت لي دي مقال. قلت لها ما فيهوش حاجه خالص. قالت لي بس هو. قلت طب انت بعتها لي ليه؟ لما دي مقاله للاستاذه الشهيره فلانه الفلانيه. انت بعتها لي ليه؟ فقلت صح عندك حق. قلت لها يعني انا هعمل لها صياغه؟ يعني كاتبه كبيره انا هعمل لها صياغه ازاي يعني؟ هي كاتبه حاجه ما فيهاش حاجه اوكي خلاص يا حره. انت بقى كناشره عايزه تنشريها مش عايزه تنشريها دي حاجه تخصك، انما انا مش هعيد صياغه لحاجه زي مقال يعني ما ينفعش. فيعني حصلت لنا حاجات غريبه جدا جدا، لكن الحمد لله ربنا اداني حاجات كتير قوي حلوه. واتنقلت نقلات انا ما كنتش متوقع، وشفت في الحياه حاجات كتيره، وقابلت ناس يعني شوف لما الاستاذ لويس قال لي روح مع الاستاذ رؤوف توفيق تشتغل في قسم الفن، كنت يعني قلقان جدا وخايف جدا اروح في وسط الفنانين ده اجيبهم ازاي دول اتعامل معاهم ازاي. وبعدين انا كان غرضي ان انا اعمل تحقيقات تناسب مجال صباح الخير حاجات يعني تانية، ويمكن اكون كنت متضايق شويه وسائد ان انا خفت من التعامل مع الاستاذ رؤوف لانه صعب. قعدت اشتغل معاه يمكن 7 سنين. اقول له يا استاذ رؤوف، يقول لي ماشي. مش شرط لما في خده كده وماشي ماشي دي يعني موضوعات ماشي خلاص مش اكثر من كده. لغايه ما مره كنا في مهرجان اسكندريه وكانت معاه الاستاذه منى ثابت زوجته صحفيه كبيره، وهما الاثنين واقفين على باب الاسانسير وانا داخل اخد الاسانسير، فلقيت الاستاذ رؤوف. قلت له استاذ رؤوف، قال لها منى ده محمود سعد. قالت لي انت محمود سعد؟ قلت لها في ايه؟ قالت لي ده. لا بس اسكتي خالص ما تكلميش. هي عايزه تقول لي ان رؤوف مبسوط منك قوي. لا بس اسكتي. سكتت منى ثابت بس فهمت منها. قلت طب ما تقول. واتغيرت علاقتنا يعني، كان اتعلمت منه حاجات كتيره جدا ربنا يديله الصحه يعني استاذ كبير. يعني عايز اقول لكم ان احنا ولذلك انا لما بقيت في مكانه اقدر اساعد حد كنت باخد صحابي لغايه النجم. يعني مثلا واحد صاحبي يقول لي انا عايز اقابل فلان، اقول له تعالى اخده في ايده واقعده مع النجم وامشي، او لو احتاجوني اقعد احضر ما عنديش مشكله. يعني لان انا اتساعدت كتير، صحيح ما ادونيش بتليفونات ولا حاجه لكن ساعدوني زقوني، لان المجله كانت وقتها مجله صباح الخير والصحافه عموما يعني كانت مؤثره. يعني كانت انت تعمل موضوع تلاقي الفنانين لما تطلبهم يقول لك انت فلان اللي في صباح الخير، اقول لك انا اقراها لك تعالى لي، مع ان كنا لسه صغيرين لكن المجله كانت بتقري فده كان ليه تاثير. في حاجات كتير ساعدتنا. فانا عايز اقول لك انه اقول لك انه خلاصه القصه دي ان الواحد لما ما يحلمش كتير يرتاح، لان لما يجي ليل هيبقى كويس. لان انت لما تحلم ان انت تبقى وزير، فلما تبقى وكيل اول الوزاره مش هتتبسط. انما لو تحلم ان انت تنجح بس في وظيفتك كده في قسم الحسابات وتلاقي نفسك بقيت رئيس القسم بقيت مدير عام تبقى فرحان قوي. فدي مساله حاجه يعني المفروض الواحد ياخد باله منها جدا، ان انت تشتغل وتجتهد وتسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى، ما تقعدش تخطط عشان ما تحبطش. لان الناس لما بتوصلش للي هي عايزاه، وعلى فكره مش ضروري اللي انت عايزه ده يكون هو الحاجه الحلوه. يعني انا كنت اتمنى وقتها وانا صغير ان انا ابقى محرر مجلس الشعب في بتاع، لكن اكتشفت ان انا لما اتعرفت على الفنانين وبقيت قريب منهم اكتشفت ان عرفت عالم ساحر، عالم مش معقول، عالم مليء بالحكايات والحاجات يعني اللي هي بتاثر في مجتمعنا بشكل حقيقي. النهارده المسلسل اهم من 100 خطبه سياسيه ومن 100 قرار وزير.
فكنت سعيد الحظ. فانا عايز اوصل معاكم للنقطه دي، وعايز اوصل معاكم ان البني ادم، انا يعني اذا كان عندي نجاحات في حياتي ففي ناس كتير ساعدوني جدا. فخلي بالك وانت بتشتغل، وانت في مكان، وانت في حته، لما تلاقي حد في حاجه ساعده. ودي بقى النقطه الثانيه بس اللي عايز اقولها، ان لما يبقى عندك حد في ملامح اي حاجه ساعده. اذا كان بيعمل حاجه مش مطابقه، يعني هو لمحني كده لويس والاستاذ رؤوف، حسوا ان انا ممكن اكون في المجال ده فزقوني فمشيت فيه. فهي المساله مساله لمحه، تلمح حد عندك. ما تخليش حد بيشتغل عندك او معاك يبقى ما يعرفش يقرا ويكتب. ما تخليش حد معاك يبقى ممكن يتحول لحاجة تانية وما تساعدوش. لانه انا محمود يعني خلاصة مساعدات ناس كتير جدا 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 ساعدوني بلا اي مقابل، بدون اي مقابل. وده اعتقد هو اللي خلاني في مكانة، يعني بتخليني اقدر النهاردة اقعد قدامكم واكلمكم على اليوتيوب، وممكن تشوفوني وتستحسنوا اللي بنقول ده. فرحم الله محمد عبد المطلب. وان شاء الله يعني يمكن في سنة ثانية ما نبقى 45 نتكلم تاني، ونقول لكم انه الحياة بتبقى جميلة جدا لما بنقرب من بعض، مش لما بنبعد.